السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم غتكون من مدينة جديدة. هاد المدينة هذه غادي يكون خدام فيها واحد الولد شاب في العشرينات من العمر ديالو، عنده هذيك 26 عام وسميتو طارق. الطارق كان خدام في واحد القيصرية. قيصرية فيها كلشي، فيها الذهبية، فيها مالين توب، فيها مالين مهم حوايج اي حاجة. كان خدام عند واحد السيد في واحد المحل ديال البيع والشراء ديال الثوب، ديال الاثواب ديال النساء. كان خدام عندو الطارق، كان شويه هو كان كيتعاطى الخمر وكان مدمن مخدرات، وهذاك السيد نورمال مو عارفو كيدير داكشي، ولكن ما عمرو فتح عليه شي مشكل. اليوم غدا اليوم غدا هاد الطارق هذا غادي يدير واحد العلاقه مع واحد البنت. البنت خدامه هي في قيصريه، ولكن ماشي خدامه عند شي واحد، وانما خدامه في المحل ديال والديها. بوها كان عند واحد المحل ديال الاثواب والملابس الجاهزه ديال النساء والرجال والدراري الصغار، يعني الناس لاباس عليهم، وكان عندهم هذاك المحل وهي اللي كانت قابله. هاد البنت هذه كانت مازال صغيره، يلا عندها 20 عام بحال هكاك، كانت من دارهم ومؤدبه وزوينه وانقطعت للدراسه بكري. وبوها ولا كيخدم معاها في المحل بحكم انها عقلها خفيف ودغيا كتفهم وكتعامل مع كليان دغيا، صافي خدمها معاه. ولا هو كيرتاح في الدار وهي كتبقى مقابله المحل غير راسها. المهم اليوم غدا اليوم غدا الطريقه هذه عجباته ديك البنت، ولا كتقرب منها. اليوم غدا اليوم غدا اللي حتى دار معها علاقه، دار معها علاقه ولا يخرج معها يجي معاه هنا هنا هنا، حتى واحد ما يجيب لي الخبر لا مول المحل اللي خدام عنده هو لا والديها. شويه هاد الدري هذا كما قلنا كان من عائله فقيره، ماشي بحال البنت هذه اللي كان سميتها سناء. سناء كما قلنا لاباس عليهم. المهم ولات كتجبد من لاكيس وكتعطيه، دور معاه، تشري ليه الحوايج، تخلص عليه القهوه اللي ريحوا فيها، تخلص عليه السينما اللي مشاو ليها، تشري ليه السبرديلات الغاليين، تشري ليه المواكن. وبوها واحد اللحظه وين تابه، لان داك لاكيس ولا كينقص، يعني ما بقاش ارباح كما كانوا. ويعس عليها ويلقاها كتهز ليه من لاكيس، ولكن ما عرفاش كتعطي لهذاك الولد، عرف لاكيس كينقص واتهمه مباشرة، قال له شوفي راه لاكيس راه كينقص، انت اللي كتهزي الفلوس، فين كديريهم؟ اشنو كديري؟ ياك ما كتعطيها شي واحد. قالت لي لا والو بابا، وانت كتشك فيا والفلوس هي هادي وكذا كذا. المهم في الاخير ما بغاش يضغط عليها اكثر بوها، ولا كيريح في المحل، ولا حارس عليها ولا حاضرة، ولا كيريح في المحل. شوية شوية اللي حتى عرف من خلال الاصدقاء ديالو تمايا في القيصرية ان بنتو دايره علاقه مع داك الشاب اللي سميتو طارق، خدام على داك المحل ديال صحاب التواب. هنا ملي عرف دايره علاقه معاه ما حملهاش، علاش؟ لان داك طارق كان سمعته خيبه، وكان معروف زير نساء، ومعروف انه كيتناول المخدرات ومدمن خمور، يعني السمعه ديالو خيبه بزاف. لهذا واجه بهاد الشهاده، وقالت لي راه خرجت معاه غير مره ولا جوج، صافي يا بابا مبقاش غادي يخرج معاه. هنا ملي عرفها فعلا الناس كاينة علاقة معاه، مشى لهداك مول المحل وعيط عليه وقال لي شوف فلان راه متعلم ديالك أو المساعد ديالك فلان راه كيدور ليا بنتي، وراه ولا كيحرض تخوليا من الحانوت وكذا من هنا. المهم شنق على داك طارق هداك بابا سناء والدار معاه. هنا من وراها ملي فكوهم الناس وداك الشي، هداك مول المحل جرى على داك طارق قال لي شوف مادام غتجيب ليا المشاكل وتفتح ليا المشكلات مع الناس تقدر تجيب لي البوليس شي نهار، سير سيدي بعل مني. عطاها خلاصو وجرى عليه طارق، ولا بلا خدمه بلا ردمه. هذيك البنت بوها حرص عليها وقال لها شوفي اخر مره باقا اتصلي بهذا السيد، اولا تمشي معاه اولا شي حاجه، والا غادي تدخلي للدار مابقيتيش غتخرجي. بقات كطلب فيه كطلب فيه، قالت لي عافاك بابا الا ما خليني نخدم، صافي انا راه ما عندي فين نمشي الا ما كان عندي المحل نخدم فيه. وافق خلاها تخدم. جاب واحد البنت اخرى ولات هي المشرفة على المحل، ولات بنتو غير خدامة معاها وصافي، لأنه مبقاش كيأمن على لاكيس وعلى المحل غير بوحدها. هو عنده محلات أخرين والسيد لاباس عليه، كيجي مرة المحل ديالو. اليوم غدا اليوم غدا طارق ولا كتردد على هاد البنت سناء، كيجي عندها. خدا التليفون ديالها، كانت خدات سناء واحد التليفون يلا شراتو وعطاتو النمرة، ولاو كيتواصلو ولاو كيخرجو مع بعضياتهم مرة في خفية على الوالدين ديال هاد سناء. والعلاقة طورات بيناتهم بزاف، طورات ومشات واحد الأشهر عدة، يعني تقريبا جي العام وهما مع بعضياتهم. اليوم غدا اليوم غدا واحد اللحظة هاد الطريق هذا
قال شوف يا سناء، انا غادي نتزوج بك، غادي نخطبك من عند والديك، ونشوف الا بغاوك ليا ان شاء الله نجيب والدي ونجي نخطبك. قالت لي صافي توكل على الله. امشى عند بواها، ملي شافو بواها ما بغاش، قال لي لا، انت الوحيد اللي ما غتزوجش بنتي، انت ما تسوى مصلح وما لايقش. هو عارف مصلحه بنته في كاينه، هو عارف داك السيد لانه كان خدام معاه تما في القيصريه، وعارف السلوك ديالو، وعارفه ما بنادم والو ما يصلح حتى حاجه. ما وافقش وسلخ بنته، عطاها واحد القتله ديال العصا، وقال لها الا بقيتي تلاقيتي مع هذا السيد غتخرج عليا برا، ما بقيتش غنشوف كمارتك، ما عندي ما ندير بك، لا انت لا هو. خرج فيها عينيه ولبدات البنت. المهم البنت بقات خدامه في المحل مره مره، وحارسين على خوتها وبواها، اليوم غدا اليوم غدا، ولكن هو يبقى كيتواصل مع هذاك طارق، يعيط لها في التليفون، فيما كتلقى شي خاويه اولا شي مناسبه ما حضرتها شي واحد كتمشي تلاقى معاه. اللي حتى قرروا واحد النهار انهم يهربوا مع بعضياتهم. اشنو دارت السنة هذه؟ جمعت حوايجها من الدار، جابتهم في واحد الصاك، وجات المحل. يعني استغفلت هذيك البنت اللي خدامه معاها في المحل، جايبها باباها وخونا تلاكيس، هزاتو كامل، يعني خواس داك المجار كامل، داك الفلوس تاع داك النهار داتهم كاملين، ضرباتهم في واحد الكارطابل كان جابتها معاها وهربات. مشات الطريق اللي كان كيتسناه في المحطه، خداو الكار وجاو للدار البيضاء. وصلوا للدار البيضاء، فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو لواحد الحي كان شعبي الحي هذا، مشاو وكراو فيه، كراو واحد الدويره على قد الحال، يعني دار عاديه شعبيه ما غاليش بزاف. مولا الدار كانت هذيك الدار مولا سمرة، قالت لهم يعني اش كتجيك هذيك اختك اش كتجيك؟ قال لها مراتي، لهذا راجلي مزيان، ما وراوها لا عقد لا حاجه، وانما هذا راجلي وهذه مراتي. دخلوا ما كان عندهم والو، شراو شي حاجه بسيطه، يعني واحد الزربيه او شي سدادر وشي حاجه على قد الحال. المهم عاشوا تمايا، بقاو اليوم غدا اللي حتى سالات ديك الفلوس او لا قربات تسالي، لان جابت فلوس بزاف خونات البابا. في هاد الاثناء هادي كانوا والديها كيقلبوا عليها، عيطوا لها في التليفون، كتجاوبهم عافاك بنتي لا مرجعي، رجعي يا بنتي عافاك، هذا باباك يهضر معاه، اودي انا مسامحك عليك الفلوس اللي ديتي، غير رجعي ما تضيعيش راسك، غير رجعي، راه حنا ما ديكلارينا بك عند البوليس لا والو، غير رجعي في حالاتك لدارك وحنا غادي نسامحوك وعفى الله عما سلف، واللي بغيتيها غتكون والو. البنت تخلعات وخافت وطفات التليفون، ما بقاش باغا ترجع عند والديها. هنا باباها مشى دار ديكلاراسيون عند البوليس، وبداو كيقلبوا عليها، ومشاو العائله تاع داك طارق، حتى هما عرفوا ان طارق حتى هو هرب، اتصلوا بيه حتى هو ما بغاش يرجع، عرفوه هرب معاها، داروا ديكلاراسيون عند البوليس، والبوليس بقاو كيقلبوا عليهم وما عرفوهمش فين مشاو. المهم هنايا طارق مع سناء كما قلنا بقاو عايشين مع بعضياتهم بلا عقد بلا والو، امام الناس وامام مولا الدار وامام الدرب، هذيك مراتو هو راجلها، فلوس قربات تالي. هنايا طارق قرر انه يخرج يخدم، فعلا الناس مشى كيخرج يخدم، كيقلب لي حتى لقى واحد الخدمه عند واحد خونا. هاد خونا هذا شنو كيدير؟ لانه كما قلنا هو حرفات البيع والشراء، مشى لواحد القيصاريه عند واحد مول المغازه كبيره ديال الثوب، مع وفيت اللي خدام في ديال الثوب، وطالبوا على الخدمه. قال لي راني يلاه بزواج ومراتي راه حامله وعافاك اللي ما خدمني، وانا راه حرفاتي البيع والشراء وغادي نعجبه وكذا كذا. المهم هذاك السيد مول المحل كان راجل مزيان ودرويش وكيبقى فيه عباد الله، خدمو عندو، دار لي واحد الاجره شهريه او لا اسبوعيه، شوفوا ما علاش كانوا مصافقين. هنايا مراتو حتى هي اضطرت انها تخرج وتخدم، اليوم غدا خدامين بجوج، هو كيعاون وهي كتعاون، الفلوس اللي كانوا خونو من المحل ديال باباها سالات، يعني كيخلصوا الكرا، امور مزيانه. هنايا البنت غتحمل كرشه، غتولد واحد البنت. المهم هاد البنت هادي كيف القاعده راها تولدات بلا ورقه قبل جوج، ولات عايشه ما بين هاد الراجل والمراه. هنايا هاد السيد هذا اللي هو طارق علاقته تقوات مع هاد مول المحل مول المغازه، علاقته تقوات معاه ولا الصديق ديالو المقرب. علاش؟ لان هاد مول المحل حتى هو كان واخا راجل كبير في العمر وكان لاباس عليه وراجل مزيان، ولكن كان مدمن خمور وكيتعاطى المخدرات وعزيز عليه السهرات والبنات وما الى ذلك. لقى فيه راحته هذاك طارق، تصاحبو مزيان، اش ولا كيدير؟ ولا كيجيبو للدار عند مراته كتستقبلو بحفاوة. علاش؟ لانه عنده الفلوس،
كيجيب لهم الهدايا ويجيب لهم الكادويات ويجيب لهم التقدية والخضرة واللحم وأي حاجة، وكيحطوا الشراب ولاو كيشربوا كاملين ويتناولوا المخدرات كاملين ويديروا كل شيء، لأنه المسخور هذاك طارق تا مرتو تا هي داخلة معاه في البلية، والشراب والمخدرات ولا تا هي كدير العجب كحل. المهم اليوم غدا اليوم غدا الواقعة ديالهم وصلت بهم أنه هذاك الراجل كبير واللي يجيب شي بنت من اللي يقلب عليها في شي بلاصة كيجيبها للدار ديال الطريق هذا، كيجيبها تمايا ويقصروا مجموعين شوية، ما بقاش كيجيب شي بنت. ولات هاد المرأة طريق داروا خطة بيناتهم باش تعرفوا هاد الحقيرين مجوج داروا، ولا فيما كيجي هاد الراجل الكبير هاد مرأة طريق ولات كدور بيه بالعاني. طارق كيدير راسو بحال مشى للكوزينه او لا خرج برا يتسخر، والاخرى كتبقى تبين ليه الدور هنا وهنا وهنا كتحاول انها تغريه. الاخر صافي كيولي غير حال فمو وكيجبد جيابو وكيولي غير يحط فوق الميدا. هنايا الخطه هذه داروها باش يجبدوا منه اكبر عدد ديال الفلوس، لان السيد كان لاباس عليه. هنايا مول الدار شافت هاد خونا هذا يعني الراجل الكبير رجليه ولفات الدار هادي، وشافته مرة كيكون معاه شي بنت، مرة كيجي في التقرية. هنايا هاديك السيدة مولا الدار وهي الدور في هداك الطريق، قالت لي اجي بعدا، شكون هو داك السيد اللي ديما جاي في التقرية في يدو وجايب لك الكادويات مرة ومرة كتكون في يدو شي بنت، وبحال ولف على الدار بلا واخا ما كتكونش حتى كيجي هو. قال لي هداك راه فلان، هداك راه خالي هداك. خالك؟ لا خالي، وراجل مزيان راه ولي خدام عدو ومسكين عارف حالة ضعيفة، ومرات يلاه والدة كيجيب لنا التقضية ويعاون في سبيل الله، الله يجزيه بخير. صافي المرأة تيقات بأن هذاك السيد خالو، وكل شيء في الدرب في الزنقة هو المرأة، وكل شيء كيعرفوا هذاك السيد اللي كيجي عندو راه خالو. المهم ولا هاد مول المكازا هذا هو المعيل تقريبا الرسمي ديال العائلة طارق ومراتو، ولا يكسي هذيك المرأة يكسي البنيوتة الصغيرة يتهلا في هذاك طارق، ولا هو الراعي الرسمي ديال العائلة. المهم اليوم غدا اليوم غدا واحد النهار هذاك مول المكازا بما انه صافي تاق في هذاك الطريق غادي يقول لي واحد النهار يلا معايا الباديه، يقول لي هذاك الطريق علاش؟ يقول لي ودي راه واحد البلاد عندي تمايا راه بغي نبيعها، واحد حقه جاه في الورث لان الوالد ديالو كان يلاه توفى، وهذاك السيد كان لاباس ليه وخلى لي واحد القطعه ارضيه كبيره بزاف وساويه الثمن، قال لي راني باغي نبيعها. قال لي مزيان، قال لي شحال عطاوك فيها؟ قال لي 60 مليون. هذاك طارق سمع 60 مليون هو عيني وما يخرجوا، خاصو ضروري يحيد لي 60 مليون. قال لي صافي نمشي معاك. ركبوا في الطوموبيل ومشى، شاف الارض، شاف هذاك الشاري اللي تفاهم معاه انه ياخذها من عندو، مشاو تكاتبوا، وهذاك طارق طابت الحال حاضر للعقد وكل شيء. المهم خد الفلوس تسلمها تكاتب مع الاخر، تبايعوا وتشاراو وفطروا مع روسهم ورجعوا، ركب معاه في الطوموبيل و 60 مليون عدو في الطوموبيل. هنايا هذاك مول المكازا داز المكازا هي الاولى، واش حط تمايا الفلوس واش باقا عنده في الطوموبيل الله اعلم. المهم هو هذاك طارق بقى كيفكر، جا للدار عند مراتو وقال لها راه واحد الهمزه كاينه خاصنا ضروري نضربوها. قالت لي شنو كاين؟ قال لها مول المحل اللي خدام عنده فلان. قالت لي قال لها راه عنده واحد 60 مليون خاصنا كيفاش نحيدو عليه. قالت لي 60 مليون و 60 مليون غادي يجيبها لنا للدار؟ قال لي لا هو راه كيبقى هاز معاه، راه ضروري تبقى عنده في الطوموبيل، راه ما يسيقش ما يخليهاش في المكازا، وتا الغدا اللي غيديها للبنكة كيفاش يديروا لها كيفاش يديروا لها. هو يرجع للمكازا هذيك الساعة كان باقي المكازا حالة، رجع عنده وي بحال غير قلق له. قال لي هذيك الفلوس امتى غديها للبنكة؟ دابا ولا نمشي معايا كل شي حاجة؟ قال لي لا حتى الغدا ونديها، حتى الغدا ونديها، دابا صافي داز الوقت العشية هذه يكونوا سالاو. قال لي مزيان. المهم هز هذيك الفلوس هو هذاك مول المكازا، وكما توقع طارق نيت دارها في الطوموبيل، دارها في المالا وسد عليها. وقال لي طارق هنايا طارق ما خلاش يمشي للدار عنده عند مراته وولاده، وانما قال لي يلا عندي للدار، راه المراه عندي يعني سناء راه موجد لك واحد الجليسه وفرحانه بك هذا النهار هذا بمناسبه انك بعتي الارض. هو صافي فرح لانه ديما كيمشي عنده للدار وكيسهر مع راسو وكيمشي عند مراته، هو عند بالو هذاك مول المكازا ان طارق ما عارفش ان الاخر عنده مع مراته، ولكن هذاك طارق غير مقنطرو باش يدي الفلوس وصافي. المهم مشاو داز عند مول البيسري خدا الشراب، دازو عند مول المحلابه او لا مول هذاك المخبزه، خدا واحد الكاطو، خداو شي الحيمات شي خضيره وجاو للدار. فرحات به هذيك سناء ورحبات به، دخلو هزتك التقريه
مشات صوبت المسائل في الكوزينة صافي. هنا يتغامزوا بيناتهم وقال لها طارق في الكوزينة قال لها الفلوس راها في المال في الطوموبيل على برا، خاصنا شي طريقة ومشيو نجيبوها. هنا يبقاو كيخطوا لي كيفاش غادي يحيدوا لي الفلوس. هنايا اشنو دارت هاد المرأة هادي؟ قالت لي شوف انا غادي نمشي غادي نبدا نعطيه الشراب اللي حتى يسكر اللي حتى يدوخ مزيان، وانت خذ ليه السوار تاع الطوموبيل وسير حل المالا جبد ديك الشنطة اللي فيها الفلوس وجي خزنها في الدار. قال لها وعلي. المهم جاو فرحانين معاه وناشطين وكيسكروا في السيد كيسكروا فيه كيعطيو الشراب زيدك فلان زيدك فلان وفرحانين وناشطين اللي حتى السيد صافي داخ تكاوى شافو صافي مبقاش قد يوقف على رجليه يعني صافي السيد بحال تقريبا جا النعاس. واحد اللحظه وين نعس فعلا نيت نعس ليه تما ملي نعس مشي هذاك الطريق حيد لي السوار تاع الطوموبيل خرج على برا وجبد الشنطه وجابها. ملي جابها لقات مراته قالت لها ما دراش شنو درتي؟ قال لها هيا فين الشنطه جبدوا الفلوس معاهم جبدوا الفلوس يلا كيشوفوا فيها. اللي حتى لقاو السيد حداهم فاق من النعاس فاق وجا ليهم وخو سكرانو مقلوب الدابز مع هذاك طارق شنق عليه وقال يا الشفار يا ولد الحرام غدرتيني كذا بغيت تشفرني. الاخر لاح هذيك الشنطه وبدا مدار معاه طف طف. هنايا واحد اللحظه وهي تجيب هذيك المراه مشى جابت واحد الجنوي وهي تعطيه الراجل عطاته ليه هو يضربو طف 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 اللي حتى طاح الراجل. من اللي طاح مراته وهو هذاك طارق نيت لبسوا حوايجهم وهزوا هذيك الفلوس ولادو بالفرار خرجوا مشاو في حالاتهم مشاو صافي مشاو لواحد المدينه اخرى ودبروا على واحد الكريه كيف ما فين كيديروا واستقروا فيها بصفه نهائيه. الغد لي هذيك المراه مولا الدار يعني ما بانش لها طريق لا مراته لا حتى شي واحد لا حد خرج لا شي واحد دخل. وفي نفس الوقت ولات كتشم واحد الريحه ماشي تلهي لانه دازت واحد اليومين تقريبا وهي تهود وبدات كتدق في الدار ديالها كتعيط طريقه سناء طريقه سناء حتى واحد ما جاوبها. هنا يتشوشات بزاف يجبد الساروت ديالها عندها نسخه ديال هذيك الدار دخلات كتفاجئ بها ولا هذاك الشيء اللي شافت جثة تاع داك السيد اللي كانوا كيقولوا ليها على اساس انه خالو ممدده وسط المراح ديال الدار. مشات كتجري علمات البوليس جابتهم جاو مع البوليس كيعينوا هاد الجثة هادي. قالت لهم سيدي انا كاري لواحد الراجل ومراتو فلان وفلان الاسماء ديالهم وراهما هاد السيد هذا كان كيجي عندهم على اساس انه خالهم ولكن هادي يومين مبقيتش شفت لا هذاك طارق لا سناء مراتو تشوش وهبط. ملي هبطت دقيت عليهم ما جاوبني حتى شي واحد وكنشم واحد الريحه كاريه خارجه من الدار. حليت بالساروت ديالي دخلت لقيت السيد هذا مقتول مزيان. البوليس هزوه وتعرفوا على الهويه ديالو عرفوا شكون هو وكذا وبداو كيحققوا في المقتل ديالو عرفوا صافي راه هذاك طارق اللي كان كاري في الدار ومراتو واللي قتلوه راه باينه القضيه واضحه. البوليس غادي يتعرفوا على الهويه ديالهم من خلال البصمات اللي كانوا في الدار تعرفوا على البصمات ديال طارق وديال سناء امراتو كيمشيو ليهم المقر السكنه ديالهم كما هو مدون في البطائق الوطنيه ديالهم اللي كانوا في هذيك المدينه ديال الجديده. مشاو عند الوالدين ديال هذاك طارق قالوا لي مودي طارق ولنا راه هرب شحال هادي مع واحد البنت وتزوج بها ما عرفناش فين مشى. مزيان ولدكم طارق راه متهم في الجريمه ديال القتل خاصو ضروري يسلم راسو. قالوا لي مودي الوالدين ديال طارق حنا اصلا ما عارفينوش فين مشى وحنا راه ما عندنا باش نفيدوكم. صافي البوليس عرفوهم انهم ما اخبارهم والو وما عندهم باش يفيدوا البوليس ومشاو عند الوالدين ديال سناء كيدقوا عليهم كيخرج الاب ديال سناء بلغوهم البوليس بان بنتهم سناء متهومه في واحد الجريمه ديال القتل هي وراجلها طارق. هنا الوالدين ديال سناء تصدموا من هول هذا الخبر هذا كيفاش بنتنا تولي مجرمه وهربانه من العداله. حتى هما قالوا نفس الهضره ديال الوالدين ديال طارق ان البنت ديالنا هربات مع داك طارق ومشات في حالتها وما عرفناش فين مشات ولحد الان حنا ما عارفين لا فين ساكنه لا شنو كدير. صافي هنايا البوليس دار واحد المذكره بحث وطنيه على طارق وسناء. في نفس الوقت العائلات ديال طارق وديال سناء بداو كيقلبوا عليهم الدور ديالهم كيقلبوا اللي حتى غادي يلقاهم شكون غادي يلقاهم الاب ديال سناء غادي يبدا يتحرى عليهم ويقلب عليهم ويتحرى اللي حتى غادي يلقاهم مخبيين في واحد الدار كارينها في الوالديه تما من اللي غادي يلقاها اللي حتى غادي يوقف عليهم واحد النهار غيلقاها هي وهذاك طارق غتشوفوها تخلع ولكن غادي يقول لها شوف يا بنتي ما تخافي ما والو
انا راجعي غير باش نعاونك وننقذك من هذا المشكل. عاودت لي على المشاكل ديالها وشنو دوزات ملي حربات الدار البيضاء وكيفاش تا وقعت هذيك الجريمه، وقالت لي ودي راه غير الشيطان وصافي دخل بيناتنا وما وقع لنا والو والفقر وكذا. صافي هنايا هو داك الاب اشنو دار؟ مشى على البوليس وعلم بالمكان ديال سناء اللي حتى وقفوا عليهم البوليس، ما قالاش يا طبيب حالك وقال لك وهربات هي وداك الطريق. جاو البوليس ولقاو عليهم القبض بجوج ديالهم. هنايا بابا هدار له واحد المحامي وكل على يعني واحد الهيئه ديال الدفاع، ولكن ما قضى ليها والو داكشي لان اعترفت هي وهداك طارق بانهم هما اللي قتلوا هذاك السيد مول المجازة وخونوا ليه المبلغ ديال 60 مليون. هذيك 60 مليون باش تعرفوا اصلا قتلوا السيده على والو، باقي ما صرفوش منها والو، يعني باقي كامل يلا صرفوا منها واحد 4 مليون او شي حاجه، باقا تقريبا كامله. شدوها البوليس حجزوها وسلموها للعائله ديال الضحيه، سلموها اليوم. بينما همايا تابعوا من اجل جنايه القتل العمد مع سبق اصرار والترصد والسرقه، وحكمت عليهم المحكمه ب 25 عام الواحد. بينما البنت ديالهم اي البنت ديال هاد السنه هذه بقات معاها واحد المده في السجن، وبالتالي من وراها عطاوها سلموها الاداره ديال السجن، سلموها العائله ديال هذيك سناء امها وباها هما اللي تكلفوا بها، وتزوجوا في السجن. يعني بجوجهم داروا واحد العقد وثقوه في السجن لانهم كانوا ما مزوجين ما والو. ايوا هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. واشنو كنستافدوا من هذه القصه؟ كنستافدوا ان الانسان بصفه عامه ولد ولا بنت ملي ما كيسمعش الهضره ديال والديه وديال عائلته شوف المصير ديالو. هاد البنت سناء ما تصنطاتش لوالديها وما تصنطاتش لباباها ملي قال لي هذاك السيد راه ما يليقش ليك، هذاك السيد راه سوق خاوان اللي كنعرفو مزيان ما يليقش ليك اليوم لا غدا، ولكن هي كبرات دماغها ومشات تبعاتو اللي حتى خرج عليها ومشات سبابو الحبس اغرق فيه. هنايا كنت صنطات لوالديها وتبعت ريهم وريحات في الدار حتى جاب ليها الله شي ولد الناس وهو غادي يبعد منها وما يقدرش انه يوصل ليها، ولكن اللي عطى الله عطاه وصافي اللي وقع وقع. ايوا هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.